الطويل يسقط بالشاي. الله أكبر. يقول سنظل جائعين حتى يسقط بالشر. طفل يقول هذا الكلام، فأين أولئك الذين يقولون نخاف أن نتبرع؟ وهل المعونات تصل لكل من يتردد ويتشكك؟ لا ترسل شيئا، تعال بنفسك. هذا الطفل يقول أجوع، يا أجوع حتى يسقط النظام. شو بتقول يا بابا؟ يسقط النظام. ونضل جوعانين؟ إيه. الله، أنت شو بتقولي؟ يسقط بالشاي. يسقط بالشاي. أنت حبيبي بتضل جعان حتى يسقط بالشاي؟ يلا تقولي شو دي حلوة، أنت قولي شو دي، بتعرف شو دي؟ بطننا فاضي من الصبح. بطنك فاضي؟ الصبح. ما أكلت أبداً. جيعان هسه؟ يلا إن شاء الله بإذن الله أخوانك المسلمين الآن يسألون يلبوا نداء الجوع، لبوا نداء إخوانك. شو بتقول إخوانك في السعودية؟ تقولوا من الجيعان شو بتقول؟ جوعان ما في أكل أبدا. إن شاء الله أبشر بالخير. أبشروا بالخير يا إخوان. هؤلاء الأطفال المسلمين يقول لم يأكل الآن الساعة الواحدة ظهرا، لم يمس بطنه شيء، لم يدخل بطنه شيء. وهو يتمنى لقمة فقط يأكله. من الصبح جعان وبطنه. خلاص حبيبي، خلاص إن شاء الله بإذن الله اليوم تأكل وتشبع وتدعي لنا إن شاء الله. خلاص بإذن الله عز وجل.